Donc, fait l'exercice 2, donc on a deux fournisseurs F1 ou F2. Un cacaoyer, il achète des ampoules à deux fournisseurs F1 et F2. Dans 70% du premier fournisseur. Le premier fournisseur fabrique 98% d'ampoules sans défaut et le deuxième, 96% d'ampoules sans défaut. Donc, à la fin de l'année, nous avons un arbre, on a des ampoules, j'aime les fournisseurs 1. On a des ampoules, j'ai les fournisseurs F2. Fihom des ampoules défectueuses. Donc, des défectueuses. Donc, le F1 est le premier fournisseur, le F2 est le fournisseur Thani. Aouel Souel, traduire à l'aide d'un arbre, pondérer la situation décrite ci-dessus. Donc, nous allons savoir l'arbre taille. On va mettre ça dans F1, F2. Défectueuse, non défectueuse. Défectueuse, non défectueuse. Pardon. Et fil F1 07. Oui, il y a 70% F1, donc là, non. D sachant F1 Sahid. Donc, la dette de 0 Donc, on a dit qu'il y a 98% d'ampoules sans défaut. Les premiers fournisseurs fabriquent 98% d'ampoules sans défaut. Maintenant, où est-ce qu'on a le 0,98? Le fauc ou l'autre? في البار صحيح خاطر هو قال سون ديفو دونك لنا مش تحط 0.98 ما لا فيهم ديفو هو بالطبيعه 0.02 باللوجيك زاد نجم نعرفها اكثر زاد انت تتصورش طالع فيهم ديفو كلهم 98% كاك يولي سكر الحانوت وكم باهي نمشيو لبعضها البورسنتاج 96 هذه وين نحطها دي با هذه تتسمى دي بار ساشون اف 2 اوكي دونك لنا يقعد 004 وي باه جيست كمل معانا الكاستيون بي تي بي نعم بي دي دي دونك لاحظوا لهنايا انه دي موجود في الاخر موجود مرتين تفضلي هذه تتسمى البروبابيليتي البرانسيب دو بروبابيليتي توتال نقولوا نعمل بي دو دي انتر اف 1 وبي دو دي انتر اف 2 Le P de D sachant F1 le fois P de F1 plus P de D sachant F2 fois PF2. Voilà, يعطيك الصحة. باهي كيما تفاهمنا لهنايا ديما نقراو في السونس هذايا ساشون و فوا هذه هي ساشون هذه وبعد لي فوا الحرف هذا هذا حرف وحده وهذوما زوز حروف دي ساشون اف 1 فوا تي دي اف 1 وي دونك نمشيو لابليكاسيون نيميريك نعم دونك هذه هي الاولى 02 On suppose que l'ampoule choisie est défectueuse. Quelle est la probabilité qu'elle provienne du premier fournisseur? Donnez la valeur exacte et donnez une valeur approchée à 10 puissance moins 3 près. Sachant, ça va être فما كلمة on suppose l'ampoule choisie est défectueuse معناتها معلومة هذه وين تحس في الجملة فما دوني فما معطى معناتها حاجة عندك حاجة تشوف فيها أنت هذيك تتسمى ساشون باهي مالا لهنايا نسبق بها مالا قبل ما حتى ما كمل نقرا جملتي يعني l'ampoule choisie défectueuse دونك نحط لنا défectueuse ساشون défectueuse هذيك تتسمى quelle est la probabilité qu'elle provient du premier fournisseur دونك نحطو F1 لنا في السؤال الثالث دونك لاحظوا انه الساشون يتسمى مقلوبه ماهيش تمشي بالسونس نتاع الفلاش هذا تمشي في السونس نتاع الكونترير نتاع الفلاش الاحمر مالا لنا الفو ابليكي لا فورمول نتاع الساشون الا هي بي دو دي انتر اف 1 سور بي دو دي بي دو دي انتر اف 1 سور بي دو دي بي دو دي صحيح بي دو دي انتر اف 1 ديجا كالكولي هاو نشوف فيها قدامي 0.02 فوا 0.7 مادام كتبتها مره الفورميل ما عادش تعاودها مش مشكل والبي دي دي لقينا 0.026 كالكيلاتريس قد اعطيني فالور اكزاكت اكزاكت معناتها تخليها كسره 0.538 الكسر بالكسر بالكسر اعطيوها اكزاكت قبل 7 سور 13 باهي لحظه برك 7 سير 3 صحيح هذه الاكزاكت تسمى وال اديس بويسونس مون 3 نعملوا شونج لهنايا نلقاو 0 5 3 8 دونك 8 بعد فما 4 دونك نجم تعقف لنا
Les événements D et F1 sont-ils indépendants? C'est la question petit d. Donc, des événements indépendants, ils ont l'intersection égale produit. P de l'intersection, je vous dis P de l'intersection D inter F1. Probabilité de D fois probabilité de F1. C'est bien, c'est de l'écrire. Oui. Là, là, on a fait ça, c'est de l'écrire ça. احنا مازال ما عندناش انديبوندون عزيز يلزمني هي نحسبها وحدها اوكي وبالتالي نحسب البي دي دي فوا بي دي اف 1 كان طلعوا نفس الريزلت تما انديبوندون انا قاعد نحسب في البي دي دي انتر اف 1 هواهي معناتها نحسب فيها من نورا دونك فوا 07 هذه تطلع 0.014 هذه الـ PDD 0.026 والـ PDF1 قداش؟ مسيو كي يبدأ الـ أببري متاحهم يبدأ قريب بياسر لا لا يلزم فالور إكزاكت مثال واحدة 0.014 والأخرى زيد عليها مثال 0.14 ما همش إكزاكت باقي ما فماش إيكاليتي فورميل واضحة يا حبيبي راهو يلزم فما إيكال مش أببري إيكال قال إيكال هو كان جات فما أببري إيكال هذيك حاجة أخرى باهي لان ما نعطيو السنتاج نتاعنا دونك دي اي اف ان ني سون با انديبوندون دوزيام كيستيون اه سي دي مش تركز معايا مليح في الدوزيام كيستيون اون مونت 12 امبول سور ان ليست اون مونت 12 امبول سور ان ليستر دونك ليستر هي الثريا 12 امبول معناتها عندنا 12 لامبه باش نحطوهم في الثريا نتاعنا كالكولي لا بروبابيليتي ار كون امبول او موان سوا ديفكتويز باش نجاوب على الكاستيون هذايا بار دي ميثود فما الميثود معناتها نورمالمون باش نستعمل لوا بينوميال ندخلها وحدي لوا بينوميال معناتها باش نستعمل فاريابل الياتوار اكس وفما ميثود اللي هي ديريكت دونك خلينا نخدموا بالميثود ديريكت قبل كل شيء وبعدها نشوف الميثود الثانيه نتاع اللي ندخلوا فيها اللوا بينوميال الار شنو هي الار une ampoule au moins soit défectueuse. Normalement, madame femme a au moins une. Elle dit ça au moins une. Rahu nimshi ou nikhmu bel contraire afdal bel contraire. Et le contraire, je ne dis ax au moins une. Aucune. Ah, aucune. Ax au moins une. Il y a aucune. Aucune ampoule défectueuse. ديما هيك احفظها عكس او موان اون او موان اون راه مش او موان دو ولا او موان تروا او موان اون عكسها هي اوكين امبول ديفكتويز دونك لنا نجم نقولوا اوكين امبول ني ديفكتويز هكا تولي اسهل لي دونك نحسب بي دي ار بار قبل ها هي ار بار دونك قلنا ولا امبول ديفكتويز كلهم ما همش ديفكتويز معناتها كلهم دي بار دي بار دي بار قداش من مرة؟ 12 فوا وي دونك 12 فوا دي بار البروبابيليتي نتاع الاير بار مالا هي البروبابيليتي نتاع دي بار هذيك تشوف فيها قدامكم هذه نتاع واحدة برك 12 مرة فوا بي دي دي بار فوا بي دي دي بار فوا بي دي دي بار دونك لي تو على بويسونس 12 باهي وهي شنو هي بي دي دي بار هي ان موان بي دي دي على بويسونس 12 الا هي ان موان البي دي دي 0.026 كاكا ماهو دونك ما تعطينيش الريزلتا لا خلاها كاكا تطلع صفر قداش هذه اعملي ان موان 0.026 عزيز 0.974 974 باهي هو شو طالب مني طالب مني نحسب بي دي ار مش بي دي ار بار هكا ولا دونك لهنايا بي دي ار ايكال ان موان بي دي ار بار معناتها ان موان 0.974 على بويسونس 12 اعطيها بي بري ميسالش نحسبها هاني نحسبها معكم 0.27 قداش لقيت عزيز نسيت نحسب معكم 0.27 0.271
Ouais. اي هيك هيك 271 باي بير فاصل 271 فوالا وي هنا مالا ديزيام ميثود باش تركزوا معايا مليح في الديزيام ميثود سي ان بو ديفيسيل بالنسبه لكم لاول مره اما راهو باش نعاودوها برشا مرات دونك مش تولي تستانسوا بها بشوي بشوي دونك في الديزيام ميثود نعرف باش تعجبكم بريمير ميثود خير وبيتيتر بلي فيت بلي فاسيل مي ساعات راهو يدخل لك اون فاريابل الياتوار اكس ويقول لك مونتري كي اكس سوي ان لوا بينوميال مثلا ولا ديتيرميني لا لوا دي بروبابيليتي دي اكس وهي تكون بينوميال بالطبع باش تفيق بها بينوميال ولا ماهيش بينوميال فما بليزير تيب ديكزرسيس فما اللي يقول لك اون ريبيت اون ابريف 5 فوا 18 7 فوا 18 10 فوا 18 ان فوا 18 اللي يقول لك اون ريبيت تبدا واضحه الكلمه اون ريبيت فما اللي ما يقولكش كيفاش ما يقولكش اسيدي كيما الاكزرسات هذوما ما يقولولكش لو فما لوا بينوميال ما يحبش يقول لك تخدم انت البارتي الاولى مثلا انت عندك اربر تعمل في اتيود كامله على كيما هذه مثلا نعملوا في اتيود كامله على امبول واحده امبول جات من الفورنيسير الاول ولا جات من الفورنيسير الثاني ديفكتيوز ولا ماهيش ديفكتيوز بعدها فجاه تلقى روحك في كاستيون في يا سيدي نعتبره دوز امبول نعتبره دي امبول نعتبره ان امبول اذا ريتو بدي يحكي هيك راه سيي معناتها باش يظهر لك لو فما لوا بينوميال في الحكايه وباش تحكي على لوا بينوميال فما كلكو مو يلزمك تقولهم باش تنجم تعمل الديمونستراسيون شنو هي الديمونستراسيون احنا مشكلتنا كل تعرف شنو ولا مش باش نقول اكس سوي ان لوا بينوميال ونتعدى راه يلزمني نبين كيفاش اكس سوي ان لوا بينوميال دونك فما كل استاذ وكيفاش يحب يستعمل الباراجراف نتاعو معترفين بهم الكل في الباك ولا باس فما اللي يحب يستعمل ايبريف دي برنوي اللي حكينا عليها في الفيديوهات السابقه هي ايبريف دي برنوي ايش معناتها نجي كاني في جو ونقول لك فما ربح وفما خساره معناتها فما سيكسي وفما ايشيك طلعت لك امبول ديفكتيوز معناتها سيكسي هو يحكي على حاجه فيها سيكسي امبول ديفكتيوز ما طلعت لكش امبول ديفكتيوز تسمى ايشيك دونك تنجم تقول ان السيتياسيون تاعنا فيها ايبريف دي برنوي ايبريف دي برنوي مش نعاودها 12 مره معناتها مش تولي شيما دي برنوي ويمكن نسميو فاريابل الياتوار اكس ونسميوها الاكس هذيك سوي ان لوا بينوميال دونك هذا الكل نجمو نبدلو انا اخترت لكم باراجراف ممكن بلو سامبل باش تنجمو تحفظها وتنجمو تطبقها وتبينوا انه اكس سوي ان لوا بينوميال باهي تبعوا معايا ديزا ميثود تزيدوا تفهموا اكثر فاش نحكي في كلامي دونك في ديزا ميثود باش نجبد كلمه اون ريبيت اون ايبريف 12 فوا 18 دون مانيير انديبوندونت اي ايدونتيك فوالا باهي دونك تجبد كلمه اون ريبيت اون ايبريف بون 12 اللي يعطيها لك الاكزرسيس دون مانيير انديبوندونت او الكلمه المهمه ياسر انديبوندونت و ايدونتيك يلزمك تذكرها مع ضم الاثنين دونك احنا عباره فما ايبريف اللي هي احنا عندنا امبول واحده اكزرسيس كامل وجينا في الدوزيام كيسيون واعتبرنا 12 امبول دونك باش نعاودوا لي بريف هذيا 12 فوا دي سويت دون مانيير انديبوندونت اي ايدونتيك دو سيكسي شي لازمك تذكر توا دو سيكسي اس افوار اون امبول ديفكتيوز منين جبت سيكسي كيفاش فقت بيه يحكي على امبول ديفكتيوز شبيني ما قلتش امبول نون ديفكتيوز شبيني ما قلتش امبول بريمي فورنيسور شبيني اخترت امبول ديفكتيوز فقت بها من السؤال ها السؤال شنو يقول اون فا كالكولي لا بروبابيليتي دي ار اون امبول او موان سوا ديفكتيوز صحيح ما ذكرتش كلمه او موان لكن فقت انه يحكي اللي يهمه في الامر اللي يهمه في الامر معناتها يهمه في الامبول ديفكتيوز هذاك هو السكسي اس دونك هذاك علاش باش نسماها لهنا افوار اون امبول ديفكتيوز اي وشنو نكمل افيك اون بروبابيليتي يجب أن نذكر هذا البروبابيليتي متاع السكسي قداش تساوي افيك اون بروبابيليتي بي دي اس ايغال بالطبيعة في الاكزرسيس باش تلقاك عندك البروبابيليتي متاع السكسي موجودة امبول ديفكتيوز هذه هي امبول ديفكتيوز هذه الامبول ديفكتيوز دونك الامبول ديفكتيوز هي بي دي دي نورمالمون 0.026 ندخل تو الفاريابل الياتوار اكس بالطبيعة مادام هو الاكزرسيس ما سماليش نسمي وحدي سوا اكس اون فاريابل الياتوار ايغال او نومبر des ampoules défectueuses. Voilà. Donc, madame, x variable aléatoire, t'as à dead des ampoules défectueuses. On a t'as x, t'as le nombre de fois succès. Nombre de fois, on y a un kilomètre à j'ai nombre. Le x, t'as nombre, à dead. Nombre, t'as qu'un. T'as les ampoules défectueuses. Et il y a la carte à fil.
في السكسي امبول ديفكتيوز. دونك الاكس تاخو عدد نومبر سكسي. نجم تقول تحب تنحى كلمه امبول ديفكتيوز، نجم راه نجم تكتب اكس اون فاريابل الياتوار ايغال او نومبر دو فوا سكسي. يس نجم تكتب هيك او نومبر دو فوا سكسي، نجم تكتب نومبر تخلاها في عوض لي زامبول هذيا ديفكتيوز تكتب او نومبر دو فوا سكسي. الور لان يتسمى بيانتها لوا بينوميال. الور اكس سوي اون لوا بينوميال. اللوا بينوميال شنو هما لي بارامتر نتاعها؟ قاش عندها من بارامتر؟ شكون نرفع ايده؟ وي سبوي تفضل. بي وال ان دو بارامتر الان والبي. صحيت الان والبي. دونك نومبر البارامتر نتاع اللوا بينوميال هما الان. وي الان قداش تقال في الاكزامبل نتاعنا سبوي؟ 12. والبي 0.26. صحيح 0.026 هذه الدوز هي نومبر دو ريبيتيسيون، والبي هي البروبابيليتي تاع سكسي. هذه تتسمى البروبابيليتي تاع سكسي. نعاود هنايا ما شنو قلنا في الدوزيام ميثود. قلنا اون ريبيت اون بريف 12 فوا دي سويت دين مانيير انديبوندونت ايدونتيك. كلمتين هذوما لازم تذكرهم ديما. دو سكسي اس وسكسي بدنا نطلعها من الكاستيون نتاع ليكزرسيس. قالك او موا اون امبول ديفكتيوز ولا 5 امبول ديفكتيوز ولا 18 امبول ديفكتيوز ولا لا. هو تكبتي كلمه امبول ديفكتيوز هذاك هو السكسي، ما تقوليش نومبر، تقول لي امبول ديفكتيوز هذاك هو السكسي. افيك البي دي اس نتاعها تشوف البروبابيليتي نتاع السكسي بالطبع قداش هو 0.026. وبعدها تسمي فاريابل الياتوار اكس، وفما دي زيكزرسيس يعطيك هو الفاريابل الياتوار اكس ويقول لك هو ايغال او نومبر دي زامبول ديفكتيوز. معناها هذه اللي عملتها توا لهنايا، هذه الكل هكا تنجم تكون في لينونسي دي ليكزرسيس. ينجم يقول لك هو سوا اكس ان فاريابل الياتوار ايغال او نومبر دي زامبول ديفكتيوز. معناها ما تقلقش روحك، يعني ما يصيبش نحكي يقول لي سوا اكس اون فاريابل الياتوار، يعني نخدم بالطريقه هذه مش بالاخرى. اي بالطبيعه هذيك هذيا فور ديزاين ميثود ما عادش بريمير ميثود. الحصيلو اعطاها لك شريك تقول له اكس سوي ان لوا بينوميال، خاطرك انت ذكرت من الاول اون ريبيت لي بريف قداش من مره ودي مانيير انديبوندونت ايدونتيك، وذكرت له سكسي شنو وذكرت له البروبابيليتي نتاع سكسي قداش. تقول له الور اكس سوي لا لوا بينوميال دي بارامتر ان ايغال 12 اللي هي نومبر دو ريبيتيسيون، والبي هي البروبابيليتي نتاع سكسي. وتكمل بالطبيعة هذا الكل ما كملتش معناتها، وتكمل في دي اكس ايغال كا اكوات ايغال. دونك تكتب الفورمول 12 كا بروبابيليتي دو سكسي على بويسونس كا فوا 1 موان بي على بويسونس 12 موان كا ايت ايغال سي 12 كا. البي هي 0.026 على بويسونس كا، و 1 موان بي قداش تطلع 0.974 على بويسونس 12 موان كا. افيك كا ابارتيان شنو هي الكا؟ الكا تنجم تكون 0. اش معناتها كا ايغال 0؟ معناتها بي دي اكس ايغال 0، معناتها ما عندناش حتى امبول ديفكتيوز. نجم تكون الكا ايغال 1، معناتها بي دي اكس ايغال 1. معناتها شنو يعطيني الدوني يقول لي سوا كا ايغال كذا يقول لي احسبها لي. اي ساعات هو يعطيك وساعات لا انت تعملهم اوبشن. نقول لك هذا السؤال هذا وقتاش تجاوب عليه؟ لحظه برك 3 جوسكا 12 لان مش نحطوا واحد. راهو يعطيك في لينونسي يقول لك اون ريبيت اون بريف كذا كذا ومانيش عارف شنو هو، ويزيدك فاريابل الياتوار ايغالو نومبر دي زامبول ديفكتيوز. وبعد يجيك في اول سؤال ويقول لك ديتيرميني لا لوا دي اكس. اكاو شفت الكلمه ذي ديتيرميني لا لوا دي اكس، يزمك تكتب باراغراف هذه الكل. اون ريبيت لي بريف مانيير ايدونتيك و انديبوندونت. السكسي نتاعنا هو كذا كذا، السكسي يطلعوا ديما من الاكس. يقول لك او نومبر دي زامبول دي فاكتيوز يطلع سكسي. عرفت شوفوا دي زامبل اخرين مع بعضنا في فيديوهات اخرين احنا. معناتها تزيد تفهم اكثر اللوا بينوميال كيفاش تستعمل. وتكمل اكس سوي ان اللوا بينوميال وتذكر شنو هما لي بارامتر الزوز وتكتب الفورميل نتاعك. لنا وفي السؤال الاول ديتيرميني لا لوا دي بروبابيليتي دو اكس، ديتيرميني لا لوا دي بروبابيليتي ناقصه بروبابيليتي لنا لا لوا دي بروبابيليتي دو اكس. هذا يتم كملت السؤال. معناها مش تقول له ايش نحسب بي دي اكس ايغال 0 قداش تساوي بي دي اكس ايغال 1، ما تحسبش، تخلي له كيك الفورمول. دونك هذه هي نورمالمون الفورمول الاخرانيه.
نجم في السؤال الثاني مثلا، يعطيني السؤال هذا نساله تو في الاكسرسيس، يقول لي كالكولي لا بروبابيليتي دي ار اون امبول او موان سوا ديفكتيوز، معناتها الثاني هذايا هو نفسه اللي عطاولي في الاكسرسيس. كيفاش نجاوب تو؟ بالطبيعه يعني مش نحط ديزيام كيستيون خاطر راني قاعد نخدم لكم في ديزيام ميثود، دونك هذا كله ذكرته وحدي. باش ناخذ او موان اون امبول ديفكتيوز، لا بروبابيليتي دو ار هذه باش نحسبها طولا، او موان اون امبول ديفكتيوز باش نستعمل انا الاكس، الاكس نعاود راهو تاخو عدد لي زامبول ديفكتيوز، هو يحب على الاقل وحده، ما دام على الاقل وحده معناتها سوبيريور ايكال 1 من ان تي ترى. ما بتعرفوا كلمه على الاقل واحد؟ نقول لك مثلا بربي على الاقل اعطيني دينار، شو باش تعطيني؟ تعطيني 500؟ ماكش تعطيني يا دينار يا اثنين يا ثلاثه وانت طالع. اني حددت لك المينيموم وكا، قلت لك على الاقل اعطيني 1. هذيك تتسمى اكس سوبيريور ايكال 1. بي دي اكس سوبيريور ايكال 1 عكسها هي 1 موان كوا. بي دي اكس سوبيريور ايكال 1 عكسها شنو؟ انا كتبتها في الفيديو الاخر، كتبت بي دي اكس سوبيريور ايكال 1 بار، معناتها شنو ما هواهم لي زيكس يا جماعه، هواهم 0 1 و2 و3 حتى 12 عكس اكبر من 1، هواهي اكبر من 1 1 حتى 12 0 صحيح. دونك نورمالمون العكس نتاعها هو 1 موان بي دي اكس ايجال 0. تحب تقول العكس هو بي دي اكس انفيريور ستريكتمون؟ ما يصيرش صحيح هذا، اما بعتالي تحدد اكس ايجال 0 خاطر ما قعد لك حتى شيء، قعد لك كان 0. وقتها تولي تطلع 1 موان بي دي اكس ايجال 0 وي سي 12 0 0 0 0 0 تطلع تطلع 1 كي تبدا فما 0 من فوق تطلع 1 0.026 0 وهذه تقعد 0.974 la puissance 12 وقت لقينا زاد نفس الريزلتا اللي لقيناها بكريك. باهي كمان الديزيام ميثود ان شاء الله باش نزيدو نشوفو في دي فيديو اخرين دي زيكزرسيس اخرين والسويت نتاع بالطبيعه السيري هذيا حتى نزيدو نفهمو اكثر الوا بينوميال. باهي في حاله ما اذا عطاني كاستيون قال لي نحب او موان 2، لا خلينا نزيد وحده في باج هذي، قال لي كالكيلي لا بروبابيليتي كو موان دو امبول سوا ديفكتيوز او موان دو. مثلا ار ان يقول لي او موان دو امبول ديفكتيوز، ما قلتش او موان اون، او موان دو. باهي خاطر احنا تو او موان اون استانسنا بها، او موان اون تاخو بي دي اكس سوبيريور ايكال 1 معناتها 1 موان بي دي اكس ايكال 0 بلا يحفظها هذه، او موان اون معناتها هذه تتسمى او موان اون. او موان دو خنصعبها شويه تو، او موان دو معناتها بي دي اكس سوبيريور ايكال 2 هكا ولا العكس نتاعها؟ أبصر أنت شنو عندك؟ عندك 0، عندك 1، عندك 2، عندك 3، عندك حتىش للدوز. كي تقول له أو موان 2، أوام أو موان 2، على القليل 2، معناتها يا 2 يا 3 أنت طالع حتىش فين توصل للدوز. عكسها شنو؟ مادام قلت عكسها معناتها تحط أو موان، الكونترير نتاع بي دي إكس سوبر إيكال 2، أو موان، أو موان شكون؟ شكون عنده إجابة؟ بي دي إكس إيكال 1 بلس بي دي إكس إيكال 0. تري تري بيان صحيت. بي دي إكس إيكال 1 بلس بي دي اكس ايجال 0، يعطيك الصحة عزيز، على خاطر لهنايا عكسها واحد، زوز عداد، زوز عداد قاعدة صحيت، انت دي وتروح حتىش للدوز، هذيك او موا هذيك سوبيريور ايجال 2، هذي هذي سوبيريور ايجال 2، مالا العكس نتاعها، العكس نتاعها يولي هذا، دونك اذا هذي اعتبرناها ار 1 هذي ار 1 بار، فوالا دونك لهنايا تنجم تكمل ان موا بي دي اكس ايجال 1 كي العادة تاخو 12 وما تولي لك 1 من الفوق، بي هي 0 قلنا 0.026 على بويسونس 1 فوا 0.0 لا 974 على بويسونس 12 موانز 1 تطلع 11 ونزيدوهم تاع الزيرو هذه سي 12 0
0,026 à la puissance 0, 0,974 à la puissance 12. وتكمل تعمل العملية نتاعك ساعة على ما بعتالي تكملها بالكالكيلاتريس. واضحة ما يا جماعة؟ باهي نتعداو ترازيام كيسيون. لو كان كي اشيت لامبول دو بريمي فورنيسور ا 3 دينار اي دو سيكوند ا 2 دينار il vend l'ampoule non défectueuse à 7 dinars et jette les ampoules défectueuses. On désigne par Y la variable aléatoire égale au gain algébrique réalisé par le quinquilly pour l'ampoule choisie. Et terminer la loi des probabilités de Y. Donc, nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que les valeurs prises par Y. Nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit تعمل تابلو وتحط فما لنا إيغريك إي وتحط لنا بي إي بار إكزومبل وتحط لي فالور نتاعك لقيتهم بكريكا معناها تزيد البروبابيليتي كي كوريسبون أشاك فالور دونك كي تعملت التابلو هذاك يتسمى ديتيرميني لا لوا دي بروبابيليتي جاوبت عليه معناها من الآخر كي يقول لي ديتيرميني لا لوا دي بروبابيليتي دي إيغريك راني نعمل تابلو فيه فالور إيغريك وفيه البروبابيليتي نتاعها هكا هو أما راهو السؤال اللي ذكرته بكري يبدأ عندك لوا بينوميال ويقول لك ديتيرميني لا لوا دي بروبابيليتي دي اكس راك تكتب الباراجراف هذيا وتقف لنا هاو انت الباراجراف هذيا كل تكتبها هذه كل تكتب الباراجراف هذيا الكل كيف يقول لك ديتيرميني لا لوا دي بروبابيليتي دي اكس وانت تعرفها لا هي لوا بينوميال معناها ما فماش تابلو في هذه حاب نقصد كي تبدا بينوميال ما تعملش تابلو هاي سيدي نعاود ناخذ لارفر لقيتها بكريكا نحطها قدامي باش نفهم شنو هي الحكايه هاي سيدي يحب يشري امبولا من الفورنيسير الاول ا 3 دينار معناتها البري نتاع لامبول من الفورنيسير الاولى ب 3 دينار ومن الثاني يشري فيها ب 2 دينار وكيف يجي يبيع il vend l'ampoule non défectueuse à 7 دينار بالطبيعة كي تبدا مضروبة ماهوش مشي يبيعها اي جات لي زامبول ديفاكتيوز نحبو نحسبو له الجان الجبريك دونك لي غريك هي الجان تورا وهي جان الجبريك اذا فما جان الجبريك معناتها ينجم يكون نيجاتيف راهو ربح اما يكون نيجاتيف يتسمى خسارة فهمت الوضعية معايا ولا بلا اسبوع يرجع معايا معايا باهي اني تو حطيت الاربر قدامي نحب نطلع لي فالور بوسيبل دي اي الكل ولا ما نعمل التابلو دونك بالنسبه لهنا لي اي قداش او كيفاش تفسر روحك اسبوعي تقول هو شراها من عند الفورنيسير لو هذه ديفكتيوز عاده وما باعهاش لوحه شنو يتسمى اي زيرو لا ما زيرو دو دينار موان دو دينار لا الفورنيسير لو ب 3000 روح موان 3 دينار صحيت موان 3 دينار دونك لنا يتسمى اخي ولقان كيفاش تحسب يا جماعه الايكونومي اللي باع بقداش بعت عاد قداش بعت الا قداش شريت هذيك هي بقداش بعت الا بقداش شريت دونك تلقى القان تاعك دونك هذايا باع لوحه يتسمى صفر وشراها ب 3 دينارات دونك يتسمى خاسر 3 دينارات في الثانيه ترى شراها ب 3 دينارات وبعد أربعة سبعة أربعة دينارات أربعة آلاف يتسمى باعها بسبعة دينارات شراها بثلاثة دينارات دونك عمل سبعة على ثلاثة في الأولانية قال لك لوحة على خاطر هي ديفكتيوز ما نمشي بيعها للناس وهي ديفكتيوز زيرو موان تروا يتسمى باهي نمشيو للوضعية الرابعة الثالثة إيكغريك إيكغال موان دو موان دو موان دو صحيت موان دو على خاطر هي لوحة شراها بدينارين ولكن طلعت ديفكتيوز وخلاص 5 دينار والاخراني 5000 5000 5 دينار على خاطره باعها ب 7 دينارات وشراها بدينارين دونك نعملوا له 7 موان 2 فوالا دونك تو لي فالور بوسيبل دي غريك هما موان 3 و 4 موان 2 و 5 رتبوهم بطريقه منظمه من الصغير للكبير على اساس رتبهم اني قلت على خاطر تنجم يكون فما كيستيون ديتيرميني لا فونكسيون دي ريبارتيسيون كان شفتها في الفيديو السابق الفونكسيون دي ريبارتيسيون خذيت الفالورات منظمي
على كل بريف احنا ما عندناش الكاستيون هذايا، دونك نجمو نحطو تابلو نتاعنا. دونك عندنا 4 فالير بوسيبل، فيهم لي جريك اي وفيهم بي دي اي. نبداو بالصغير موان 3 موان 2 وبعدها 4 و 5. تحب تحط لنا التوتال ما فما حتى مشكله. دونك نورمالمون لازم يطلع لك ان هذايا. بي دي جريك ايجال موان 3 معناتها الانترسكسيون تاع ذوما الزوز، دونك جريك ايجال موان 3 لاحظوا ذوما الاثنين. خذاها من الفورنيسير الاول وطلعت له ديفكتيوس، تحصل على موان 3 دينار. دونك يتسمى انترسكسيون. واش نعمل معناتها؟ معناتها شنو نعمل؟ بي دي اف 1 انتر دي ايت ايجال بي دي اس 1 تشامبر 0.7 0.014 هكا. وي بي دي جريك ايجال موان 2 هي بي دي اف 2 و دي اف 2 و دي 0.012 بي دي جريك ايجال 4 0.680 اي اف انتر دي بار معناتها 0.7 نضربها في 0.98 بي دي جريك على 5. دونك الاف 2 انتر دي بار هكا. وي دونك 0.3 فوا 0.96 0.288 صحيت باهي. اي نقيدهم لنا نسيت ما قيدتهمش. دونك 0.012 0,686 et 0,288. On déduit la valeur de l'espérance mathématique de y. Donc l'espérance mathématique de y est quoi égal? Donc il y a la somme yi fois pdi égale donc moins 3 fois 0,014 plus moins 2 fois 0,012 plus 4 fois 0,686 plus 5 fois 0,288. Je connais pas 4,118. 4,118. Je connais pas ce que je veux dire. Je suis en train de faire des valeurs. J'ai fait l'autre dîner. Je suis en train de faire هي تتسمى الاسبيرونس وعندها معدل اسمها. الربح. الربح معناها معدل الربح صحيح. معدل الربح نشوف وي هذا يتسمى معدل الربح. دونك لا فالور موين اي دي كريك هي لا فالور موين. دونك لان معدل الربح نتاعو في اللامبوله هي 4 دينار فيرجول 118 في الكعبه، راهو معدل الربح في الكعبه 4 دينار فيرجول 118. هذايا الغام موين يتسمى لو غام موين، معناها هو شري ب3 دينارات وشري بدينارين وباع ب7 دينارات وفما لواحهم. دونك اون جينيرال كيف نعملوا المجموع نتاعو وركحنا له امور وكل شيء طلعنا له الجام مويان هو 4 دينار فيرجيل 118. شوف السؤال بي تي سي ماشي وي البي اكس والاخرى هذيك وقتاش نحسبوه كيقول لك هو مش معناها هذه كالكولي الفاريونس وليكارتيب. هو ما قالش لهم تحسبهمش وحدك عاد انت يا اماني، ما تحسبهمش وحدك الا ما يقول لك هو احسب. شفت قال هو اون ديدير لا فالور دي ليسبيرونس ماتيماتيك، ذكر كلمه ليسبيرونس برا اي دي اكس و اي دي غريغ برا. الاخرين شو اسمه؟ الاخرين اسم فاريونس بالفي فاريونس و ايكار تيب باهي موجودين في الفيديو الاخراني يا اماني كنت فرج فيه. باهي لو كان كي اشيت 1000 امبول Après un an, il constate qu'il a vendu toutes les ampoules non défectueuses et a jeté les défectueuses. Donc, il a 1000 ampoules. Et après un an, il a fait un peu de temps et il a fait un peu de temps. Il a fait un peu défectueuses. Calculer le gain algébrique moyen. Le gain algébrique moyen réalisé par le quinquennat durant cette année. كيفاش نحسب له الجان الجبريك مويان؟ 4.118 في 1000 صحيح. دونك لي جان الجبريك مويان هو 4.118 على خاطر هذايا معدل الربح في الكعبه. 4.118 هو لي جان مويان في الامبول الواحده
دونك كي تضربها في الميل خاطر هو شري 100 امبول 1000 امبول كيف شري 1000 امبول وباعهم بعد عام دونك نضربوا في الاسبيرانس نورمالمون لازم نضرب في الاي دي ايغريك دونك خلينا نكتبها هيك خير باش تبدا واضحه في الكوريكسيون دونك نضربوا الاسبيرانس في الميل c'est-à-dire 4118 dinars.